بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح الماضي البسيط. الماضي البسيط بيتكون من التصريف التاني للفعل اللي هو اخره ايدي او شاذ. علشان احول الفعل من التصريف الاول للتصريف التاني، نمرة واحد يضاف للفعل ايدي. مثال فيزيت يزور، هتبقى فيزيت زارة، اضفنا لها ايدي. الفعل اللي اخره ايه يضاف دي. مثال arrive يصل، arrive وصل، لأن آخرها إيه أضفنا دي. الفعل اللي آخره واي مسبوقة بحرف ساكن، وتحذف الواي ويضاف أي إي دي. مثال كاري، هنحولها للتصريف التاني، هتبقى كارد. الواي مسبوقة بحرف ساكن اللي هو الآر، فهنحولها لأي إي دي. إنما لو الواي مسبوقة بحرف من الحروف المتحركة اللي هي الإي أو الإي والآي والأو واليو، يبقى احنا بنضيف اي دي بس. بلاي يلعب، الواي مسبوقة بحرف من الحروف المتحركة اللي هو الاي، فعشان كده اضفنا اي دي. الفعل الشاذ يحفظ، مثال باي يشتري، هتبقى بوت اشترى. بننفي الماضي البسيط بديدنت زائد المصدر. هي بلايد فوتبول يسترداي، هننفي الفعل بلايد، هتبقى هي didn't play football yesterday، نفيناه بديدنت زائد المصدر. المصدر من بلايد هو بلاي. I bought a new car last week، هننفي I didn't buy a new car last week. نفينا الفعل بوت اللي هو اشترى، وده ماضي بسيط، وفعل شاذ بديدنت زائد المصدر اللي هو buy. شكل الماضي البسيط في المبني للمجهول هيتكون من was أو were زائد التصريف الثالث للفعل. مثال she wrote the lesson yesterday، هي كتبت الدرس بالأمس. حولها للمبني للمجهول. the lesson اللي هو المفعول بنبدأ بيه، وده مفرد علشان كده هنحط was، والتصريف الثالث من wrote هيبقى written. ممكن نكتب by here أو ما نكتبش. المثال الثاني she washed the dishes last night، هي غسلت الأطباق الليلة الماضية. هنحول للمبني للمجهول، هنبدأ بالمفعول اللي هو the dishes، ولأنه جمع هنضع where وبعديها التصريف الثالث اللي هو washed. ممكن نكتب by here أو ما نكتبش. بالنسبة للسؤال عن الماضي البسيط، بنسأل عن الماضي البسيط ب واحدة من ثلاث طرق. الطريقة الأولى هيكون فيها did فاعل مصدر وبمعنى هل. did you play yesterday، نلاحظ did بعدين فاعل اللي هو you، وبعدين المصدر play، المصدر اللي هو التصريف الأول للفعل بدون إضافات. did you go to school last week، did وبعدين فاعل اللي هو you وgo المصدر بدون إضافات. نمرة اتنين، ممكن أداة استفهام did فاعل مصدر where did you go yesterday. أداة الاستفهام where، أين، بعدين did وفاعل والمصدر اللي هو go. في الطريقة الأولانية لازم يكون موجود did وفاعل ومصدر، ما ينفعش نستخدم أي حاجة بعد did غير مصدر الفعل. الطريقة التانية اللي هي باستخدام was أو where ومعاها تكملة، أي يعني تكملة المعنى. ممكن يكون where you happy yesterday، موجود عندنا هنا happy دي صفة ودي تكملة. ما ينفعش أبدا أسأل بديد عن موجود عندي هنا happy اللي هو صفة ومش موجود مصدر. الحالة التانية was أو where وتصريف تالت، وده بيكون مبني للمجهول. بسأل بwhere، where the dishes washed yesterday، لأن هنا the dishes جمع، هل الأطباق غسلت بالأمس. أنا بسأل هنا بوير، وما ينفعش أبدا أسأل بديد لأن موجود عندنا washed، ده تصريف تالت مش مصدر. أداة استفهام was أو where تصريف تالت. when were the dishes washed، متى غسلت الأطباق. وبرضو هنا نلاحظ إن where وراها تصريف تالت، يبقى ده مبني للمجهول، ما ينفعش أستخدم did لأن ما يكون عندنا تصريف ثالث، لازم did يكون وراها المصدر. كلمات الدالة على الماضي البسيط اللي هي yesterday بالأمس، when day
ذات يوم، last الماضي، last week، last year الأسبوع اللي فات، السنة الماضية، وهكذا. in the past في الماضي، once ذات يوم، ago منذ، وان ومعاها سنة في الماضي.